مكتب انتخابات نينوى أنهى عملية التحديث البايومتري التي كانت ممتده للفتره من 2/1/2021 ولغاية 15/4/2021. عملية التحديث هي أوسع من عملية التسجيل، تتضمن التغيير ضمن الدائرة الواحدة من مركز تسجيل إلى مركز تسجيل آخر. وتشمل مواليد الجدد من 2003 2002 و2001 ولكن بعد 2000 وبعد تاريخ 15/4/2021 باقي عمليه التسجيل البايومتري مستمره ضمن بامكان الناخب مراجعه مركز التسجيل القريب عليه لاجراء عمليه التسجيل البايومتري. نعم بالنسبه المخيمات مثل ما قلنا هل هنالك تحديث ما زال ام انتهى بالمخيمات وما هي اعمالكم تجاه هذا المخيم احنا في مدينة الموصل عندنا مخيم واحد فقط هو مخيم الجدعه خمسة الواقع قرب القيارة قبل أشهر توجهت فرق جوالة بما يقارب عشر فرق جوالة لاجراء عمليه التحديث والتسجيل البايومتري للنازحين المتواجدين داخل المخيم وتم حصرهم طبعا حسب الرغبه اكو هناك مغادرين من من النازحين لم يتم حصرهم الذين غادروا ولكن تم حصر المتبقين داخل المخيم وتم رفع التقرير النهائي بخصوص مخيم الجدعه الى المكتب الوطني ليتسنى لهم اصدار بطاقة بيومترية طويلة الأمد بالنسبة للتنقلات هل هنالك قرارات أو تمديد أو هنالك مشاكل قد تحدث بالتنقلات تغييرات بالنسبة لحالات التغيير اللي هي يسمونها نقل من مركز تسجيل إلى مركز تسجيل أو من دائرة إلى دائرة أو من محافظة إلى محافظة هناك حالات خاصة يسمونها حالات لم الشمل اللي حثت في خلال عمليه التحديث البايومتري من الفتره عمليه لم الشمل جاءت في الشهر الثاني من عمليه التحديث البايومتري تتضمن عمليه لم الشمل هي هو انه شرط انه الابناء متواجدين ضمن البطاقه التموينيه للاب فيتم تحديث بياناتهم وتغييرهم من دائرة لدائرة أو من محافظة لمحافظة يعني الأب يلحق الابناء يلحقون الاب الاب ضمن مركز الانتخابي الخاص بالاب على شرط ان يكون الابن ضمن البطاقه التموينيه للاب حاليا يعني عمليه التغيير انتهت لو موجوده حاليا متوقع عمليه التغيير هذه كل انواع التغيير والتنقل متوقفه، باقيه فقط عمليه التسجيل البايومتري. نعم. بالنسبه ننتقل الى البطاقات البيومترية نعم. علمنا من جنابك او من مصادر اخرى في المفوضيه بان هنالك وجبه جاءت الى المفوضيه هذه متى توزع وكم هي اعدادها؟ وردتنا في الاونه الاخيره كميه كبيره من البطاقات البيومترية ام الصوره الطويله الامد. وردتنا من مخازن المكتب الوطني وتم توزيعها الى مراكز التسجيل الان بامكان المواطنين مراجعه مراكز التسجيل لاستلام هذه البطاقات، هذه البطاقات تخص الفتره من الشهر الخامس 2019 ولغايه الشهر العاشر 2019 هذه الفتره يعني كل من حدث في ضمن هذه الفتره بامكانه مراجعه التسجيل واستلامه لان بعد هذه الفتره مر مرت فتره احداث كورونا وتوقف عمل الفوضيه بعد ان تم هيكلتها واعاده تشكيلها من جديد في بدايه 2020 لغايه نهايه 2020 هذه فتره عملية التوقف لعمليه التسجيل البيومتري